أولا بالنسبة للإخفاء القسري وهذه الجريمة البشعة كما وصفتها الأخت وكما يعني كان في تقريركم، فعلا هي قاسية وتاريخ ليبيا فيها قاسي جدا. ليبيا من 4 عقود لم تعرف قانونا في ذلك، وهذا معروف عند الجميع. نعم. وما كنا نأمله ويأمله الأحرار والمتابعون وأهل الحق هو أن يكون هناك قانون وأن يكون هناك احترام لهذا الشيء بعد ثورة 17 من فبراير التي أعتقد الإنسان من هذا النظام الفاسد. سألتني عن إذا ما كان هناك ما زال يعني إخوة أو أخوات مختفون في سجون الإمارات. نعم. حتى هذه اللحظة لا يوجد حسب علمنا إلا ما لم نعلمه، سمعنا بعض الأطراف أن هناك أناس لكن لم نبلغ كرابطة بهؤلاء الأشخاص رسميا بحيث نأخذ إجراءاتنا كما أخذنا في الإجراءات الماضية. نعم. هذه واحدة. هناك إخوة كما تابع الجميع وتابعت قناتكم حكم في آخر المطاف عليهم بالبراءة، وما زال بعضهم له إجراءات يعني خاصة به يتمها في دولة الإمارات ويخرج، أما من حيث أنهم موجودون لا يوجد الآن موجودون. تمت الحقبة وكانت قاسية جدا على الإخوة واستفدنا منها نحن استفادة كبيرة، وعلينا نحن هنا جميعا سواء كنا نعم. مواطنين أو سيد كنا مؤسسة. نعم. سيد مصطفى، ما وجه الاستفادة التي استفدتم إياها يعني من جراء هذا الفعل الذي قامت به هذه الدولة؟ الاستفادة كبيرة جدا. الجميع يعلم أن الحقبة التي كانت في 4 عقود في الماضي كانت سجون من أبو سليم وغيره وغيره وغيره، كانت أشد من كلمة إخفاء قسري، كانت شيء فظيع جدا وهذا يشهده العالم. فالذي استفدنا منه الآن مثلا في هذه الحقبة التي اعتقل فيها واختفى فيها الإخوة في الإمارات مثلا على سبيل المثال، هو أننا نعد بعون الله تعالى في الرابطة إلى أشياء إذا سميتها دليل أو كتاب أو شيء من هذا يستفيد منه، ليس ليبي فقط، كل إنسان، كل مسلم، كل إنسان حر ممكن أن يستفيد من هذا الدليل، كيف يتبع الخطوات معينة. هناك كثير من القوانين في هذا العالم نستفيد منها، ولا نترك الحبل على الغارب ونقول مثلا إذا كان دولة مثل الإمارات أو دولة أخرى مثلا هكذا يختفي فيها، مهما كان ليس ليبي فقط، أي إنسان لنا أن نفعل الشيء الكثير. أنا شخصيا استفدت في هذه الفترة ومعي إخواني في الرابطة والإخوة كذلك في التجمع سواء كان في بريطانيا أو في كندا، وجدنا قوانين كثيرة تدعمنا من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ونحن اليوم في المناسبة في تاريخ ذكرى اللي هو 30/8/2010 ذكرى ضحايا الإخفاء القسري. نعم. حيث أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان جعل هذا القانون، وقعت عليه العديد من دول العالم. هذا القانون فيه كثير من الأشياء المفيدة يستفيد منها الإنسان إذا اعتقل وإذا ظلم واختفي قسريا. نعم. فعلينا أن نشيع هذا الأمر، وهذا دور كبير على كاهل المنظمات وعلى كاهلنا جميعا وإذاعات حتى نشيع هذا الأمر. نعم، الأمر خطير جدا ويستفيد منه بعض الطغاة في الحقيقة. نعم، لعلي